هنعمل مع بعض حشوة الحواوشي اللي هي اللحمة المفرومة، ومعايا هنا البصل مبشور، ومعايا هنا فلفل والتوابل. هنا معايا بصل هما بشراه كده، هنصفيه من المية خالص وهنحطه على اللحمة. طبعا كنت مخزنة البصل ده، بس عشان ايه بيبقى فيه تلج فلازم اصفي منه المية، علشان اللحمة لما اجي احطها في العيش ما يبقاش العيش طري معايا لما احطه في الفرن. شايفين المية اللي بتنزل منه؟ افضل اصفي فيه كده. نتبل الاول اللحمه مع البصل وننزل بالتوابل. انا معايا هنا التوابل، شطه، فلفل اسمر، ملح، بهارات حواوشي، معايا هنا كزبره. هننزل ده كله هنا ونحط عليه شويه ايه فلفل اخضر. طبعا هنا حاطه فلفل حامي على بارد، وهنعجن ده كله مع بعض. دي احنا ممكن نحطها في رغيف حواوشي، وممكن نعملها في ايه في مناقيش من فوق. لو احنا عايزين المناقيش عليها لحمه مفرومه نعملها نحطها عليها من فوق، عزام الحواوشي بس زي ما احنا عايزين. طبعا لو عايزين اللحمه حراقه نحط ايه فلفل اخضر كمان حراق، او فلفل اصفر زي ما احنا عايزين برضه. هنفضل ندخل التتبيله كده في اللحمه مع البصل والفلفل. شايفين في لحمه لسه ما دخلتش فيها التتبيله، ندخلها كده مع بعض. من دول الحياء بتاع لو عايز ملح نحط له. هنا انا عايز ملح شويه. الاحسن بقى كمان ان احنا نسيبها ايه ساعه كده في الايه في التتبيله كده، اللحمه المفرومه نسيبها علشان ايه تدي طعم اكتر في الحواوشي. في ناس بتحط لها جوز الطيب وحاجات كده، لا جوز الطيب بتمرر في الحواوشي دي. ما نكترش بس الايه الفلفل الحراق لو عندنا اطفال، علشان ما يبقاش ايه حرق عليهم ويتعبهم بعد كده. كده انا همسبها تقعد في التتبيله شويه، وبعد كده ايه هنغير ريتم العجينه اللي كنت عاملاها ونحشيها. ممكن كمان نعمل مع العجينه ديت مناقيش او بيتزا، وممكن نحط هنا طماطميتين، بس اهم حاجه نشيل البذر منها، وعايزين ايه اللحم بس. ليه انا شلت البذر؟ عشان بينزل ميه، والميه دي هتبوظ ليه العيش. كم واحده كده هنحطها. مكترش الطماطم عشان ما ينزلش الميه ايه معانا وهي في الفرن، هتبوظ ايه رغيف العيش معانا.